مش مهندس، عارف إن في المحول المثالي في معادلة كلنا حافظينها وبيجي عليها شغل كتير، لازم تبقى فاهمها وعارفها كويس. إيه هي المعادلة دي؟ العلاقة بين عدد اللفات وفرقي الجهد وشدتي التيار. العلاقة دي بتقول إيه؟ بتقول V برايمري على V سكندري بتساوي N برايمري على N سكندري. خلي بالك في حالة التيار مقلوب، يبقى الاي سكندري على اي برايمري. لو حفظناها في واحد على في اتنين بتساوي ان واحد على ان اتنين بتساوي اي اتنين على اي واحد. ده معناه ان فرق الجهد بيتناسب طردي مع عدد اللفات وعكس هنا مع شدة التيار. يعني انا لو جيت قلت لك في معادلة او في مسألة في واحد على في اتنين هتبقى اي اتنين على اي واحد، ولو علاقتها بعدد اللفات يبقى المفروض في واحد على في اتنين بتساوي ان واحد على ان اتنين. ودي المعادلة الخاصة بالمحول، ما تنساهاش. في برايمري على في سكندري بتساوي ان برايمري على ان سكندري بتساوي اي سكندري على اي برايمري. مين اللي مقلوب في العلاقة دي؟ التيار.